حنا وياكم كل الخير وياكم حضر، نضوي الكون بحكاياكم نرسمها صور، لو تبعدنا ترانا بالمحبة قريبين، نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر، لو تبعدنا ترانا بالمحبة قريبين، نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر، نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر. يا هلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وتحدي قادم أيضا من برنامج وياكم على قناتكم قناة المجد الفضائية. أنا وزميلي اللي بيتحداني واللي دائما يعني يا فوز يا خسارة أنا وياه أخذ عطاء وشد ومد وجزر أيوة وخيار وطماطم. اهلا استاذ عبد الوهاب السلمي. يا مرحبا، اهلا وسهلا وطابت ليلتك يا حبيبي. يعني انت شفت الاعلان يا انتيمي والساده المشاهدين وانا عشان شفت الاعلان انا ما لابس سماغ انت لابس سماغ، فقلت والله حلو الفكره يعني كذا جيد اطلع كذا دعوه شبابيه على حسب الصوره احنا نغير حتى الغالوقه فكينا عشان كلام ترى الغالوقه ما عرفت الا في الرياض بس المعلومه وش سمنا هذا ما ادري طقطق الثوب القلاب الياقة ولا القلاب ايه. فعرفته هنا حلو وانا صراحة سعيد يعني اول شيء بلقائك والسادة المشاهدين اكتبوا ما تشاءون في وسم برنامج وياكم وانتم ويانا وحنقرا كثير في موضوعنا اللي حنسولف فيه الان يا أنا سلام انا ما ادري قد صار لك موقف قبل كذا يا رياض ولا وش الموقف موضوع انتظار ما انتظار اي انتظار في حياتك شوف ثقافة احنا بنتكلم اليوم عن ثقافة الانتظار ثقافة الانتظار سواء بطابور سواء بارقام سواء اسمه ثقافة الانتظار تدري انه يعني الانتظار وقت يمكن يهدر بشكل كبير جدا في اماكن كثيره ايوه بس جميل جدا انه كل منشاه او كل جهه انها تهتم بوقت الانتظار صحيح لعملائها لمرتاديها بشكل فعلي بس عندنا اصلا مشكله في موضوع الانتظار تلاحظه في ابسط شيء اعطيك مثال ايوه لو واحد دق باب الاسانسير او ضغط لزر الاسانسير تجي علامه حمراء او الخضراء او اي شيء يا سلام يجي اللي بعده عرفت يدق يضغط زود مضغوط مع انه هو مضغوط يعني هو جاي يعني اصبر هو جاي لا نضغط زود نتخيل انه ايش الاسانسير بيسرع زياده يعني فهمت يعني بيطلع ولا الكل ترى في كثير ما ننتظر حتى لا كل الناس يقولون نفس الكلمه ذي انا والله ما احب انتظر كثير اوكي انت ما تحب تنتظر كثير لكن لكل مكان معين انت تعرف انت رايح له عارف انه والله في انتظار أنا طبعاً الكلام هو مش هو الموضوع مرة كبير لأنه أصلاً ثقافة انتظار عند جهتين جهة للناس المنظمة للمؤسسة الحكومية اللي رايح لها للشركة للمحل للشيء اللي أنت رايح له هذه جهة منظمة ماذا تفعل للمنتظرين صح هذا كلام مستقل عن برضو ثقافة إحنا للناس برضو إيش المنتظرين أنفسهم كلامك سليم إيش الثقافة عنده والله أنت رايح لموعد عيادة رايح لموعد في 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 محل معين في مؤسسة حكومية في جهة خاصة ايش الثقافة اللي عندك المفروض تكون؟ يعني لازم تكون تحترم الآخرين زي ما تبغى الناس تحترمك لازم تحترم الآخرين، والله أنت عارف الموضوع فيه أرقام تاخذ أرقام، والله أنت عارف الموضوع فيه طوابير توقف مع الناس طوابير، وقفتك كيف تكون؟ طريقة الوقفة، هل والله أنت والله عشان طبعا الحين كورونا جاء وخلى موضوع التباعد وهذا ترى من صحيح. بركات كورونا أحيانا أنه يعني جعل ترى حياتنا الحين في أشياء كثيرة هو الاصل المفروض يكون من قبل كورونا حتى عند التميس اي تباعدنا هذا لابد منه يا اخي مو حلوه والله انه انا اشم مشكل اللي ورايا مو بحلوه والله انه اللي ورايا عارف كل شيء في الجوال ما شاء الله والله مره واحد قلت لك في رساله ترى ما ردت عليه والله مره واحد في الطياره قال لي ما شاء الله تبارك الله لاحظت انك سريع في الكتابه قاعد عشان كذا حطوا غلاف اللقافه اي والله طلعت فيه كذا قلت له كيف والله ما ادري يعني اقول لك في اشياء ملاحظه جديده هذه ايوه ايش بس الاهتمام زي ما ذكرت انت بعض الجهات يعني يمكن تشوف اوراق او جريده او مجله او اي شيء وكتاب حتى قديم جدا يعني واضح انه ما تغير في نفس المكان حق الانتظار بس يمكن تحق يطلع غبار او يطلع المارد او العنكبوت يمشي من جنبه عرفت يعني من انه قديم يعني ما لمسه او ما حركه او ما فكر حتى يغير الورقه الموجوده هذه القديمه في يعني انت كلامك الحين بالنسبه للجهه المنظمه للموضوع المنتظرين نعم مهم جدا يكون في مكان مناسب يكون في وضوح للناس الداخله والله انه هو ارقام مثلا سحب ارقام او هو والله من سبق لبق ترى في اماكن كثير لسه ما تطورت مثلا تكون ايش انه والله اللي دخل الان يوقف في الطابور اللي دخل بعده يوقف بعده وهكذا وفي لا ناس يقول لا خذ رقم واستريح وفي ناس يقول مثلا لا
الآن في كثير مؤسسات حكومية وهذا شيء مرة مرة إبداعي. صحيح. والشركات الخاصة برضو بدأت فيها اللي هو موضوع إذا عندك موعد احجز موعد بتوقيتك تخش تعال على طول تدخل على نفس موعدك، تأخرت عن موعدك راح عليك الموعد وهكذا. الأشياء التنظيم هذا مرة إبداعي وجميل جدا، بس للمنتظرين حنتكلم على أشياء على ذوقيات عامة، ونتكلم كمان برضو على موضوع استغلالك لوقت الانتظار. يا سلام. وترى في من جانب إيجابي أنه أيضا في جهات كثيرة جدا لاحظناها في الآونة الأخيرة يعني بدأت تعتني بهذا الموضوع، يعني حتى يمكن محلات السيارات، خدمات السيارات. صح. تشوف في مكان حط لك تكييف وموية وشاي وقهوة وكل شيء. الآن بدأوا يعني بشكل فعلي بصراحة في أماكن كثيرة جدا تعتني في موضوع الانتظار، وضعت لها خانة معينة. صح أنه هذه الخانة يمكن لو زي ما قالوا خلها حفرة وسيارة ثانية كان استفاد منها خدمة أخرى، ولكن بدأ يهتمون الآن في العميل، في النزيل، في أي شخص يعني يكون حاضر حتى في بعض الأماكن، قراءة كتب، نعم، ضبطينها، تلفزيون، شيء تسمع له وشيء كذا، يعني أشياء كثيرة تحصلها. هذا شيء حلو صراحة وإبداعي، يعني تكلم للناس الجهة المنظمة. لكن أتمنى والله فعلا في إيجابيات كثير علمتنا، يعني علمتنا كورونا أشياء كثيرة في موضوع الانتظار، في موضوع وقفتنا، في موضوع حتى في موضوع والله في مطعم زي ما قلت أنت، علمتنا أشياء كثيرة. الإيجابية هذه نبغى نأخذها بعد في غسيل يدنا أول ما تدخل البيت، في تعقيم اليد، في ذوقيات عامة المفروض تكون موجودة من قبل كورونا. شيء جميل جدا. نبغاهم أيضا يكتبون على الهاشتاج. الناس قاعدين يكتبون أكيد. إيش كتبوا الآن في الاسم؟ ما أدري والله، سما قريت. في ريما عبد الله تقول أيوة. اعتبر تصرف همجي اللي يجي ويخطم على الناس اللي لهم ساعة منتظرين. والله هذه حلو، هذا الكلام شدني على شيء مهم جدا وصارت لي شخصيا والله. لما أجي مثلا يعرفني شخص، هلا عبد الوهاب وكذا، إما بمجد أو إنه علاقة بيني وبين شخصية، هلا وش عندك فأقول له مثلا كم باقي، وقدام يكون ثلاثة أشخاص والله أحيانا، يعني مو ذاك الطابور الكبير أصلا، يعني ما هو. فأقول له طبعا مو عشان الطابور مو كبير، بس أقول كم باقي؟ ثلاثة. لا خلينا انتظر ثلاثة، خاصة لما يكون واضح قدام العالم كمان. هو كل الثنتين خطأ. صحيح. واضح ولا مواضح، بس انه يا اخي مشاعر الناس تحس انك خلاص كذا مو مختلف عن الناس. هذا عشان خويه دخل هذا وخلص شغلته. لا احترم ذوقيات عامة. وفي بعضهم لا يجيك بحركة حلوة كذا، يجي انت واقف في السرة كذا يقول لك ممكن بس استفسر، عرفت؟ طبعا انت مسكين يعني، لا تقول له طيب روح، وراح ولا وكمل خلص ما عملته لا صح ورجع قال ترى خلص استفساري. لا في امر مهم، شفت مقطع انا بصراحه ما ادري في اي دوله سووا يعني تجربه اجتماعيه عند اشاره. ايوه. كان السيارات كلها واقفه عند الاشاره، اي واحد يدق بوري هو في تايم، في وقت في الاشاره هذه، بس اي واحد يدق بوري يزيد الوقت، عرفت؟ في الانتظار اشاره حمراء. فكان رده فعل الناس يعني تجربه اجتماعيه، حاطين كاميرات وحاطين كل شيء، فالناس واقفه خلاص يعني ثلاثة أربعة ثلاثة اثنين واحد، تجي خضرة دق واحد بوري بيب مية مية ثانية جديدة. صدق تعلم الناس الصبر بس إيه قوية. بعدين بدوا كلهم ينظرون الناس اللي يدقون بواري، صار يستحل نفسه ما بدق بوري الحين بتورط أنا، عرفت؟ فكانوا يهدبونهم إنه ما ندق بوري، ما يعني بعض الناس سبحان الله تشوف أنت لو جات خضرة تو يعني يدق بوري وهو رابع سيارة، يعني بداية اللون الأخضر جاي لسه هو عارف حتفك، لا هو لانه عارف المود بعد الاشاره ذيك مره. بس لاحظت في الاونه الاخيره راح الموضوع البواري كله والله. ليش؟ في اشياء كثيره على ما لاحظت انها راحت. ها لا البواري هذه اي ليش راحت؟ كل الناس جالسين على جوالاتها. اها صرنا نفس يجي خضراء والناس جالسة على الجوال، عرفت؟ ما حد صدق. لا والله في الان والله بعض الحين ست سبع سيارات طيب. طيب اوكي في سياره قدامي والسياره اللي قدامها سياره، هدي شويه والله. لو نتكلم عن موضوع الذوق العام بشكل عام، ترى والله الموضوع يطول، ونحن كمان نتحدث الان نخطي في اشياء كثيره كمان، لكن واحد يهذب نفسه. عبد الوهاب لابد ان تهذب نفسك اولا، واليوم سويت خطا تحاول انك ما تكرر. كلام لي اولا موجه لي وللساده المشاهدين اللي يسوقون في السيارات، اللي يروحون في اماكن كثيره. الذوق العام ما انا يعني ما يعني الشيء اللي ما تحب انه يصير لك لا تحبه انه يصير للناس. يا سلام. الشيء اللي تكره انه يصير لك اكره انه يصير للناس. ما شاء الله ما شاء الله. موضوع جميل. واكتب في ناس كتبوا ترى اقرا ولا يلا نقرا شويه ثم ندخل بالتحديات اللي عند العوائل جاهزه. عمار المدعاني يقول عبد الوهاب كلم ابوي خلينا اتفرج. يا ابو عمار بالله خليهم يتفرجوا. يمكن عنده اختبار ولا عنده شيء. اذا عنده اختبار قم روح ذاكر وشوف الاعاده يا عمار. ايوه يعني انتظر صح ثقافه انتظار. يصبر اصبر حبيبي، الصبر مفتاح بعضها مفتاح الفراغ. لا حلو لا رياضه مو حلوه. شموخ المجد ما احب الانتظار بس بدات استفيد بالقراءة. جميل. لومي تقول عن نفسي ما أحب أنتظر إلا إذا كان شيء مهم غصب عني أنتظر. برافو. إحنا نقول إنه يعني أنت رايح مكان عارفك تنتظرين
طيب اوكي حطي كذا ادبيات معينه تبغى في الانتظار هذه تسوينها، سويها انت لنفسك. تغريد مره المستشفى مكتوب الرجاء عدم العبث في المقتنيات. المشكله مو بهنا، المشكله الرفوف ما فيها الا اخبار، عشان كذا لا يلعبون فيها عشان ما يطلع الاخبار. احنا قاعدين نجلد العالم هون برضو الجهه المنظمه للموضوع، احنا ودنا احنا نبدا بانفسنا صح، حتى لو ما كان في شيء موجود. ماذا نفعل مع الاخرين وماذا نفعل في الانتظار؟ هذا شيء مهم جدا. اسرار وحركات ابداع هذول اللي يقدمون الناس يقدمون الناس قدام، يعني يحطوا الناس قدامهم يروحون. ايه في احد كذا يسوي؟ ما ادري هذا وش مستفيد. لكن قصدي على الموضوع اللي يبغى يقدمك، يعني يفزع لك، يفزع الخوي وفي ثلاثه. طيب احترم الثلاثه موجودين، وخويك المفروض يحترم نفسه ويحترم الثلاثه موجودين. يا سلام. دقائق الانتظار ملاءه بالاستغفار، وهذه كلمه جميله جدا، ويعني رايناها في اماكن كثيره، لكن مشكله تعودنا ان نقراها بس المشكله ما نفع. طيب والاستغفار جميل جدا يعني. في عائله الموسى شكلهم اللي في الحلقه الماضيه، ايوه دخلوا هنا في الهاشتاج قالوا يلا متى تسحبون. نتكلم عن انتظار. طيب اصبر شوي. ما في مشكله، عندنا سحب قولونا حق الحلقه الماضيه، احنا سحبنا بدايه الحلقه، اتوقع سحبنا الحلقه الماضيه سحبنا شو؟ لا ما سحبنا، في سحب. شفت كذا والله حكمه جميله. سميه زبيدي تقول كل شيء سياتي بالوقت المناسب لمن يتقن طريقه الانتظار. يا سلام والله جميله، رائع. اذا انت كتبتيها والله رائع، كل شيء سياتي بالوقت المناسب لمن يتقن طريقه الانتظار. يا سلام. وهنا التحدي هو الانتظار. في واحد من الشباب بشيء يذكر والله من الدعاء سمعته مره يقول انت في السياره وكذا مره اصحب نفسي، يعني احيانا اسرع في السياره والله خمس دقائق عشر دقائق. طبعا عشر دقائق دي طارت علي تسريح، فاتذكر كلمه الداعي هذا يقول انه يعني شيء بسيط وسهل، اذكر الله يا اخي والله، اقول استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر اي حق قول أجر. اذكر الله بس اذكر الله. يا سلام. انه احيانا والله اوقات مهدره، ما ندعي مثاليه، لكن اوقات مهدره يا اخي اذكر الله بس، قول ذكر حافظه ردده كثير. يا سلام عليكم. يا سلام يا سلام. طيب عشان ما ينتظرون اكثر واكثر ناخذ السحب الان للحلقه الماضيه اللي فازوا معنا، تاهلوا. من كان اي فريق؟ أيوه. فاز اتوقع هو المفروض كان فريقي. أيوه. بس مع المحاباه صار فريقك. طيب وين الموسى وين؟ طيب مو موجودين موسى. طيب هم يبون السحب. ما في مشكله، موسى يبون يشوفون السحب الحلقه الماضيه. نقول وقف 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 خلاص وقف واجل مثل ما بغيت. هم كذا عائله العديل ما شاء الله. العديل ما شاء الله تبارك الله، الف مبروك عائله العديل، فاز معنا مبلغ 500 ريال. واليوم من سوف يفوز بنعرف ان شاء الله مع اولى التحديات في حلقتنا اليوم، وأول تحدي في الأسئلة السريعة. بس قبلها خلونا نتعرف على العوائل الموجودة معنا، ومنهم اللي بيكونوا مع عبد الوهاب ومن اللي بيكون معي بإذن الله. عطونا الأسماء ونقول يا هلا وسهلا فيهم. أنا زعلان الرياض. زعلان؟ أي غير الصورة، حطوا صورة بشماغ. شباب حطوا الدعاية حقت هذا اللي بدون شماغ. حلقتين بدون شماغ. طيب معانا عائلة النعماني. أيوة. وعائلة الصادق، يا هلا والله فيهم، عطونا إياهم. مين اللي معايا؟ مين اللي مع عبد الوهاب؟ قولوا لنا يلا علشان ما نحرجهم ولا نحرج الشباب. طيب عائلة النعماني مع عبد الوهاب، وعائلة الصادق معي. يا هلا نشوف النعماني ولا الصادق، اعطونا اياهم. طيب خلينا نشوفهم. منورين منورين. السلام عليكم. عليكم السلام. اعطونا اصواتكم. اعطونا اصواتكم. عليكم السلام وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله. ابو مين يا عائلة النعماني؟ ابو راشد. ابو راشد اهلا وسهلا، حياك الله ابو راشد. اللي ولد والولد جنبك اسمه راشد ولا؟ هذا ابو راشد. اي لان الحين يقول لي ابو راشد يطلع جنبه مصطفى الولد الصغير، يعني ولد الاكبر راشد. نمسك الموضوع جيدا يعني. حياك الله يا ابو راشد، يا مرحبا اهلا وسهلا. من وين ابو راشد؟ من الرياض. من الرياض، يا مرحبا يا مرحبا، هلا 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 يا هلا. طيب عائلة الصادق، يا هلا والله فيكم. عائلة الصادق تسمعوني؟ يا الصادق اسمعوني من البرنامج اللي عندكم. اكلمكم يا صادق هناك هناك. اكلمكم انا يا الصادق اللي تحتي. هناك ايه. اكلمكم، هل تسمعونني؟ يا عائلة الصادق افتح الميوت اللي عندك، شيل ال ايوه خلاص زي ابو راشد. شوف ابو راشد ما شاء الله صوته زين، دحين صكيت عين دحين بسم الله عليه يطفي الصوت عنده. شيء في علامة كذا مايك وخط، شيله خلاص. طيب بسم الله انا ببدا الان مع عائلة ابو راشد.
على بال ما يجهزون. يلا اعطونا يا شباب اللعبه الاولى والتحدي الاول. يلا الاسئله السريعه. الاسئله السريعه يا ابو راشد. سوالف والسهر نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر. اهلا وسهلا حياك الله يا ابو راشد يا مرحبا. عارف الفكره الاسئله سريعه، اذا السؤال ما عرفت اجابته قول مباشره سكيب لك، انا بشرك ان الاسئله كلها طيبه ولابد انك تعرف اجابتها. اوكي يا ابو راشد؟ ان شاء الله. تمام ابو راشد، افتح لي شباب سماعه. ايوه ممتاز، ايوه خلي السماعه شغاله او السماعه الداخليه. يلا ابو راشد بسم الله وعلى بركه الله نبدا الان. نبدا يلا. يسمى الطفل الذي لم يبلغ سنتين يسمى ايش؟ الرضيع. رضيع يا سلام. حزمة من الأوراق المتسلسلة لأيام وأشهر السنة يسمونها التقويم. التقويم. أواني طينية تستخدم لحفظ الطعام والشراب. فخار. فخار. من يمتهن مهنة الجزارة يطلق عليه الجزار. من يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه إيه؟ جزار. لا جزار يطلق عليه ماذا؟ الجزار. أعيد السؤال معلش. الجزار يطلق عليه اسم ثاني بحرف القاف، وشو؟ القصاب. قصاب يا سلام. تحفظ الصورة الجدارية في الإطار. إطار أو برواز. تنقل البيانات لاسلكيا عبر الأجهزة الإلكترونية من خلال إيش؟ الحزم الضوئية. يا سلام، حزم ضوئية. بلوتوث برضو. بين الحروف الإنجليزية ترتيب الحرف K هو إيش؟ ترتيب رقم كم؟ حرف K. A B C D E F G H I J. العجب. K اللي بعده. ها الح الوعد. يلا شعار شعار شبكة المجد القنوات الآمنة لل الأسرة. أسرة يا سلام. حلو الوقت. حلو يلا تكيل. يلا انتهى وقتنا. انتهى الوقت وخلينا نرجع نشوف إن شاء الله عائلة الصادق بدون محاباة. ترى هو هنا مكتوب بلوتوث، هو قال حزم ضوئية صحيحة ترى عشان لا يقعدون. إيش مكتوب عندك؟ مكتوب هنا مالي صلاح. أنا لا مكتوب مالي صلاح. أنا مكتوب عبد الله صلاح. خلي ربعي يشوفون. روقونا يا أسامة. إيش مكتوب عندك صدق؟ خلاص والله مكتوب. والله مكتوب بلوتوث. خلاص والله أسامة ضبطنا. أسامة خليك أوس عليه. طيب يا أوس. أقول اسمعني أنا بصراحة يا عبد الوهاب، أنا أبغى الأجوبة المكتوبة هنا. حزم ضوئية. حزم تنقل البيانات عبر مثلا، لانه عبر اشياء كثيره. أيوة. من ضمنها بلوتوث، من ضمنها هو جاب ما شاء الله الشيء الاعم الحزم الضوئيه. قال حزم الضوئيه. اي اعطاك شيء. ولا حزم الصوتيه الضوئيه بعد. اعطاك شيء علمي يعني فاهم. هو ابحر بعقلك في العلم. ابحر في عقلي العلمي والعلومي والتنميه والتقنيه. لا شوف بعطيك بصراحه. شوف انا خاف الحين اقول سؤال هنا له اكثر من معنى. أيوة. قول لي خطا. لا ما ادري ترى المعد قاعد يحسب الاخطاء. اجل نترك الكره في ملعب اسامه. خلاص نترك الكره في ملعبه. طيب طيب عائله النعماني نعتذر منهم، عندهم خلل بسيط يحاولون يضبطون من النعماني. لا النعماني امورهم طيبه، معلش تروحون النعماني خلوكم معنا. عائله الصادق اللي معي. ايش فيك على ربعي ابو راشد؟ انا بخليهم يروحون. ابو راشد مضبط وضعه وجاوب على الاسئله صح. النعمان الصادق اللي معاي الصادق هم اللي راحوا الان اصبحت عائله ابو عوف. أوه. يا هلا يا ابو عوف. ابو عوف هل تسمعني يا ابو عوف؟ يا هلا يا هلا. اعطوني يا ابو عوف، اعطوني اياه. اعطوني يا ابو عوف. الحين بيجيني ابو عوف. واضح من السؤال الاول انه يعني سهل اسئله ان شاء الله. وحنا جوعانين. يا سلام. وصل ابو عوف. يا هلا والله ابو عوف. يلا. اعطونا ابو عوف يا رب. عائلة ابو عوف. لو حن انا اشتقت لابو عوف. عائلة ابو عوف. عائلة ابو عوف عند يا البوابة. هلا والله ابو عوف. من هو ابو عوف؟ تقول تميم الفوزان اللي في اليسار ذا. اي أيوة والله اشبه له. منو؟ من اللي معانا؟ ابو عوف تسمعونا؟ اعطونا اسماءكم يا الموجودين على الشاشه الان. يا عمار روح ذاكر ها اللي قدام الشاشه. ابو عمار لا تخلي عمار يتفرج. منو عمار اللي في التويتر؟ كذا بس قلت. وصل 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 ابو عوف وصل. وسعوا وسعوا للوالد وسعوا له. ايوه طيب افتحوا الصوت، افتحوا المايك. ما في صوت، ما نسمعهم يا شباب. ما نسمعهم يا الربع. ايش في فريق اليوم؟ انا دخلهم تليفون معانا تليفون وخلي الصوره واضحه كمان. يا ابو عوف يا ابو عوف. ايوه يلا يا ابو عوف يلا فريقنا يلا 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 جاهزين ولا لا؟
ترى ما نسمعهم الان، الى الان ما نسمعهم. يلا عشان عائله منكم اليوم تفوز بجائزه الحلقه 500 ريال زي ما فزت اليوم ما شاء الله. كم سؤال جاوبوا عليه؟ رعايه العديل انا عندي جاوبوا الى 8 بس في سؤال ما جاوب عليه. أوه. كي خطا العاشر قال هو الحادي عشر. يعني سؤال واحد بس. الصوت نظف دحين يا شباب ترى كان كي صار له صوت حلو الحين. شكل ابو عوف فاتح هذا صوت موي والله الحين. تكفى يا ابو عوف تعال. والله صوت موي شلال ما ادري ايش. ها؟ كأنه صوت والله شلال. هذه الان اضافات جديده عندنا في للمقدمين. والله ريحتوني في اذني. يحطون اصوات كذا عصافير وكذا عشان تسمع قبل ما تدخل على الهواء. لا فعلا ما كأنه شلال؟ هذا اسلاك تتضارب مع بعض. صوت موي. هذا اسلاك. لا او انا اكون لدعت. طيب هل ابو عوف معنا ولا نكتفي بالنعماني ونفوزه؟ بنفوز النعماني. انا عن نفسي بصراحه كذا. طيب ايش رايك؟ انا عندي فكره. ها كيف ايش بتقول يعني؟ قول. لا لا والله بجيب العيد. لا حرام والله يعني الناس يتصلون علينا صوت وصوره ويجي واحد في تويتر يعني حظهم بس اني اقول من تويتر ويفوز ب 50 ريال نعطيهم اسئله يعني؟ اي والله بعضهم يجاوبون اصلا على الاسئله. ايش علاقه اللي يجلس بالكرسي اليسار بانهم ما يسمعون اصواتهم؟ يعني اللي دائما عندي بالفريق الجهه هذه ما يسمعون اصواتهم. ايش رايكم ننقل الموضوع عند عبد الوهاب؟ يمكن لا الحلقه الماضيه كنت انا كذا يعني. طيب انا اجي عندك هنا وتجي هنا؟ فكره ايش تبغى نسوي؟ اشوف يمكن الخلل مني يعني. يلا والله الحلقه ما ترى انا كنت كذا. خلنا نشوف بس لحظه شوف خلنا نشوف لحظه الخلل منا ولا من الكرسي ولا معيش باخذ كرسي معايا. لا ما مكتوب. ها مكتوب اخذ كرسي ولا بدون كرسي؟ لا انا شاري بالكرسي معي. طيب خلاص دقيقه. بسم الله. طيب ابو عوف قهوه تمر عندك؟ ها خليت ابو عوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا اعطوني ابو عوف اعطوني الصادق اعطوني اي فريق. جوالك بتشيله ولا لا؟ اي صح نسيت معلش. خلاص يعني مستمرين كذا يعني؟ ها مستمرين هنا يعني؟ لا ارجع يا شيخ ارجع. شباب في مشكله؟ توني ما تهنيت في الجلسه والله ملزم انت. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا بصراحة ما ادري ايش السالفة. لازم انا بصراحة شوف لو ما جت عائلة ابو عوف الان انا ابى اترك التقديم وخلي عبد الوهاب. لا لا خلاص خلي اجل خذنا عائلة ابو عوف. وينها؟ واحد اثنين ثلاثة. ها يلا ابو عوف. السلام عليكم. معاك أوه. معاك ايوه اخيرا هلا. الحمد لله الحمد لله. ابو عوف طلعونا اياهم. ابو عوف ارفع الكاميرا شوي كذا خلنا نشوفك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. نسمعكم الان. ايوه بس ما انت باين معنا. سووا لنا حل يا شباب نبي نشوف وجه ابو عوف يا شيخ. انزل شويه ولا ارفع الكاميرا شويه لانه ما انت باين. جزء من النص مفقود. ايوه من وين تكلمونا يا ابو عوف؟ من وين يا جماعة؟ ترى افتحوا الصوت عندنا تكفوني الربع لما نسمع. ترى عندنا الصوت موجود بس افتحوا لنا الصوت عندنا الداخلي. تسمع من وين؟ لا لا بشويش يا حبيبي بشويش يا حبايب. افتحوا لنا الصوت الداخلي أرجوكم. بليز 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 يا استوديو افتحوا لنا الصوت الداخلي. طيب أنا سمعت من رابغ أو كذا. رابغ؟ طيب يقطع الصوت شويتين. ونعم 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 يقطع الصوت شويتين. نبدا جاهزين؟ يلا نبدا. ايوه يلا يلا اعطونا اسماء عند ابو عوف. اسمك الكريم. طيب ابو عوف ترى اتصل عليك بالتليفون. ممكن تخش معنا بالتليفون تفك السبيكر بالتليفون ممكن؟ ايوه صوت. ايوه 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 صوت التليفون. خلاص خليك على التليفون احسن. ايوه ان شاء الله انه كويس ان شاء الله باذن الله. يلا نبدا. يلا نبدا. يلا الاسئله مع الوقت. وارفعوا لنا الصوت عندنا عشان نسمع. يلا بسم الله. اول سؤال يقول احد منتجات الالبان تستخدم في حشو السمبوسه ما هو؟ الجبنه. حلو حلو. الهنداويه احد احياء مدينه ايش؟ مدينه جده. احسنت. يقصد بالسنور ايش هو؟ سنور ايش هو معلش؟ السنور سين نون واو راء. السنور هذا الفرن حق الخبز. طيب الفريق الفائز بالموسم الاول من السيطره اذا تتابع قنوات المجد.
المجرة. ما شاء الله، المقولة الشائعة عن الهدايا أنها لا تهدى ولا تباع. يا سلام، ابن الابن يسمى إيش؟ حوار. لا لا، مو بالإبل. ابن الابن، الابن ابنك، ابن ابنك. يا سلام، يطلق على الساعة التي تعمل بدون بطارية إيش؟ يلا صوتي يتكرر مرتين. كهرباء مغناطيسية. يا سلام، انت الوقت تبون اعطونا التحدي الثاني سريع يا شباب عشان يا جماعه انا صوت تردد مرتين يعني. لا بس والله صوت طلع واضح وكويس. اي عائله عنده مشكله شباب بالله مباشره نفس الفكره هذه، اعطونا عائله ابو راشد. يلا الان مع نلعب سوا التحدي الثاني بين العائلتين. يلا يلا بسم الله نلعب سوا. اجتماع معكم على احلى السوالف والسهر. نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر. لا لا، سبعة. أنا سبعة بقى. سبعة أكيد. يلا حياكم الله يا مرحبا، ومعانا عائلة أبو راشد. أبو راشد هلا والله. يا مرحبا، يا يسعد لي هالصوت ما شاء الله تبارك الله. أنا عارف التحدي صح؟ نلعب سوا الآن. تقول وقف بعد شوي ونوقف ونلعب سوا أنا وأنت. خلاص والله يستر لا أجيب العيد. أنا في عائلة في حفلة عندهم. في حفلة عندك أبو راشد اللي عند أبو عوف هذه؟ مين يقول اتحداكم؟ لحظة شوي يا شباب، في صوت طالع معانا يا شباب، ترى عائلات ثانية، في عوائل طالع معانا يا شباب، في عوائل طالع معانا على الهواء. يا أصوات أصوات، في أصوات طالع معانا. طيب دخلونا عائلة النعماني طيب نشوفهم. يلا بسرعة يا شباب عشان الوقت. يلا بسم الله، العائلة الثانية عند النعماني وعائلة أبو عوف، التحدي ما بينهم. إيه ممتاز. أنا عندي أبو راشد. أبو راشد النعماني. النعماني أيوة. يلا من الرياض. يلا وانت عندك من رابغ. يلا بسم الله. يلا يلا أبو راشد، أعطوني أبو راشد. يلا أعطوني وندو. يلا يلا واسمع صوته فقط، لا تدخلون صوت العوائل الأخرى. يلا أبو راشد. أنا والله. يلا قول وقف. يلا وقف. يا سلام وقف. حلو ممتاز. ها أسماء وشو أسماء؟ إيه بحرف الضاء. بحرف الضاء. الضاء أبو عصاية. أبو عصاية ولا بدون يا شباب؟ ترى ما نشوف. ما أشوف أنا. قولوا لنا يا جماعة، أنتم معانا بالكنترول ولا أنتم في حياة عصاية؟ في حياة ثانية يا كنترول. والله معانا يا الربع. أسرع أسرع أبو راشد، تبغى ولا تبغى نغير؟ إيش رأيك؟ لا لا أسمع. تفضل أسمع. ها غير 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 غير. هاي يا جماعة نغير ونخليها. يلا غير. والله صعبة يا شباب. يلا 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 غير. يلا ها قول وقف بكيفك. يلا وقف وقف. ها انواع طيور الاسماء بحرف الضاد. الضاء طيور احسن لكم. طيور طيور. يلا طيور. يلا طيور نبدا لو انت. يلا يلا يلا. حمام زاجل. بط. وز. صوص. صوص. طيب انت قلت صوص وانا اقول ببغاء. صقر. نسر. دجاجة. سمان. سمان. ديك. ديك ممتاز. حجل. طاووس. جميل. ديك رومي. بس هم قالوا ديك. لحظة 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 بغير أقول ديك رومي عادي. يلا ديك رومي كويسة. يلا أوكي. وش قلت ما سمعت؟ طيب ممتاز. يلا أنا خفاش. فاش. نعم ممتاز. بطريق طائر صح؟ طائر ما يطير بطريق ولا لا؟ يحسبونه بطريق من الطيور. أتو من الطيور. طيب يلا ها فلامينغو. فلامينغو. والله فلامينغو. والله ننتظر من أول بقول فلامينغو. ممتاز. انتهى الوقت. برافو. أنا قاعد أكتبه والله بس جميل. ركز على ديك رومي لا لا شوف ادخل رياض رياض. صدقني صدقني انا بس صحيحة. اقول لكم يعني اهم شيء ديك, ديك رومي عادي وفي ديك رومي وفي صح وفي ديك اسباني بعد ما طلع ديك رومي اسباني. شوف اسمع بس عليه ركزوا. اسامه الحمد لله ما في سمان لو رومي لو طلعت خطا ترى منها. انت عارف قصدي. حلو كيمو حل الموضوع نشوف حبيبي. شكرا شكرا. الاصل ما يتدخلون الاعداد يقولون صحيح ما صحيح خلوها النهايه. شكرا كيمو. يلا شكرا. يلا نشوف الحين. يلا عائله ثانيه. عائله ابو عوف. يا ابو عوف. يا هلا يا هلا بفريق ابو عوف.
ونشوف وش يطلع لنا وان شاء الله الامور سهله ان شاء الله اني ما اخطي والاخبط وتفوزون. يلا 2 3 4 يلا عارفين اللعبه ها 10 11 12 13 14 يلا بسم الله نقول وقف 19 جبنا احنا يلا وقف يلا قول وقف معي يلا يلا ايش هذه؟ وش هذه؟ فرق كورة فرق كروية يلا نتحدى مع بعض فرق كروية أبو عوف الوالد موجود معنا أسماءكم ايش أسماءكم أنتم؟ نعم رسيل أبو عوف رسيل هذا رسيل؟ أبو عوف أيوة رسيل ومين؟ فراس وابو عوف وش اسمك يا ابو عوف؟ ابو عوف حسن 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 طيب التحدي ما بيني وبينك الان ومع الاولاد بالفرق الكرويه فرق كوره طيب حلو انا اقول فريق وانت تقول فريق بس ما نكرر طيب طيب يلا بسم الله خلنا نبدا فرق عادي مفتوحه الله يعينك يلا يلا نبدا الهلال الاتحاد الاهلي النصر الوحدة اتفاق ال شو اسمه سدوس هذا فريق كان موجود في الهجر الرياض برشلونة ايه طيب الشباب الطائي حلو الرايد الحزم التعاون الخلود يا سلام الباطن الانتصار ما شاء الله ما شاء الله الحزم ال قلنا الحزم حنا أيه. احد جده اوه هذا عندي قديمه رايح انت فريق النجم الساحلي التونسي الانصار اللبناني اللبناني النجم اللبناني الاهلي المصري الزمالك ايوه كذا ها الهلال السوداني المريخ السوداني يا سلام نروح المحرق البحريني أخذ يا سلام العربي الكويتي انتهى الوقت وقف 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 جبنا الفرق كله تبغى نكمل كملنا رحنا على فريق فلامينغو جابوا الدوري كامل حق في فريق فلامينغو عنده عندك والله في فريق لا 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 ما في اي خصم شوف لو دخلنا على الخصم ده يا كيم وحنخش على خصومات كثير ترى هو خلها لا لا فريق الخصم ما في فريق اسمه الخصم؟ في فريق في فريق هناك هو يخصم عشان الفريق فريق الخصم المجداوي ما حد مرة شوف أقول لك شيء في فريق اسمه المجد؟ أنا حاسس إني أنا فايز ها؟ لا لا بإذن الله بإذن الواحد الأحد إنه أنا فايز إن شاء الله فريق اسمه إيش تقول لي؟ بتفاهم معك على موضوع الفرق لكن إحنا بنروح الآن الفاصل ونشوف وش اللي حاصل حقتك هذه أيوة طيب بعدين نعرف لا الفرق كلها صحيحة طيب إن شاء الله جد والله ما في ولا فريق لا صحيحة بس عندي ملاحظة في فريق واحد صراحة ما أتوقع مو محسوب الحمد لله ما قلت فريق الديك الروم طيب فاصل يا جماعة نروح الفاصل والتحدي الثالث بين عائلتين بعد الفاصل يلا خلوكم معانا يا أبو عوف يا أبو راشد يلا نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر 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 عدنا مجدداً بعد التفوق العادي ما في تفوق والله ما ندري ما ندري صراحة لا تفوق ولا تفوق لا أبو عوف ولا أبو راشد لسه على الأمور الآن ها أعطيناهم كذا فاصل يجددون الروح كذا وعشان ندخل في تحدي الطلبات وهالمرة مختلف تحدي الطلبات يا رب يا سلام الطلبات أول شيء حيكون عندك مع أبو عوف ليش لأنه كل شيء أنا أبدأ في التحديات الأولى الحين خلنا نشوف خلنا نشوف كذا إيش خلنا نشوف مين اختار مين أقرب لك أقرب لك أقرب لك ثعبان لي كذا كذا طيب يلا يلا نبدأ من عندي يلا بسم الله وعلى بركة الله والطلبات وتحدي الطلبات معانا أبو عوف وينك يا أبو عوف وينك عاد الطلبات فيها ميكس كذا طلبين او ثنائي او مع بعض نجيبها لازم؟ اي مع بعض اوه حلو ولا تطلب الطلب الاخر الا ان يجيك الطلب الاول ابو عوف نعم الحين انت ابو عوف ولا الوالد ابو عوف؟ كلنا كلكم ابو عوف وانا ابو عوف بعد الطلبات يا فراس ويا رسيل ويا اخو ابونا حسن انه
تحاولون تجيبونه مع بعض، يعني بطلب طلبين مع بعض. طيب تمام. ولا ننتقل للطلبين او الطلب اللي بعده، نجيبون الطلبين الاولى. طيب يعني اذا ما في طلب ناقص الله يعيننا. طيب نبدا. طيب. بسم الله وبركة الله، نبي فنجال وجوال كشاف. فنجال جوال كشاف. يلا. اذا عندنا عندكم جوال كشاف، جوال قديم، اي شيء كذا يعني، اذا ما في جيب ريموت مكيف كأنه جوال كشاف. هذا كشافة. بس هذا مو جوال كشاف، هذا جديد الجوال. ما شاء الله خلى المبرم. هذا ايش هذا؟ طيب مشيها يلا، ما ندري والله. مشيها يلا عشانك، مشيها. شراب ومخدة. هذه مخدة. شراب. يلا يا ابو عوف، يلا نبي نفوز. يلا يا ابو عوف. شراب ومخدة مع بعض. يلا. هذه مخدة وهذا الشراب. يا سلام عليك. نبي خيط وغراء. ايوه دورنا غراء من وين يلا الحين، واي خيط كذا حق الملابس ولا اي خيط، بس لا تقطع شيء و... ها يلا يا ابو عوف، وين راحوا الاولاد؟ راح اجيب واجيب الاغراض. والله راح يلعبون ولا انت الوقت علينا. سؤال ابو عوف على ما يجيبون الاغراض. انت الوقت يا ابو عوف. انت الوقت. يا سلام، وصل وصل. انت الوقت والله جابوه. كفو والله يا فراس ورسيل، الله يعطيكم العافيه. رسيل. رسيل ايش؟ معليش ارجع ارجع خلينا نسمع ايش يقول. اقول رسيل بالتاء. رسيل. رتيل. رتيل ها. رتيل. رتيل. رسيل ولا رتيل؟ رتيل. بالتاء. بالتاء. ايش معنى رتيل؟ من الترتيل. يا سلام يا سلام، اسماء جميله والله يا اخوي حسن. يا الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله نفوز. طيب تحدي الطلبات، انا معي مع ابو راشد، واعطونا ابو راشد يا جماعه الخير. ويا سلام على الشريف. اوكي امورك طيب حبيبي شريف، فهمت خلاص ولا اوضح اكثر؟ اوكي طيب. ابو راشد مشروب سفري يعني، مشروب سفري. ابو راشد هلا والله، حياك الله يا مرحبا. عرفت الفكره، نبغى بالله تكون يعني سريع جدا، حتى الاهل خلف الكاميرا خلهم بالله يشغلهم. شغلهم خلاص، خلهم يسوون رياضه، الرياضه للجميع، الرياضه للجميع. يلا الطلب الاول نبدا بسم الله وبركة الله. الوقت قلم رصاص وعقال. قلم رصاص وعقال. بسم الله على الولد، بسم الله. طيب يلا دفتر وقلم حبر. دفتر وقلم حبر بسرعه بسرعه. دفتر وقلم حبر. دفتر وقلم حبر بسرعه 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 بسرعه. حلو حلو. يلا كيبورد وماوس. كيبورد وماوس. يلا يلا لوحه مفاتيح وش اسمه وفاره. كيبورد ماوس. وفي ماوس. حلو برافو. شماغ ومساحه. شماغ ومساحه. في ماوس. طيب انا ما قلت شيء. شماغ ومساحه. شماغ ومساحه. المساحه اللي في المرسام ومساحه الوحده. قام رصاص. قام رصاص. قام رصاص. في مساحه. حلو. جيبوا جيبوا بسرعه 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 بسرعه. ماكول الا ماكول. بس في مساحه. لا سوي كذا سوي كذا بالمساحه. ورينا ورينا المساحه الداخليه جوتها. مو محسوب. يلا ثوب وطاقيه. ثوب وطاقيه. ثوب طاقية. امسخ الثوب يا الواد، خلي الواد يسخ الثوب. لا خلاص خلاص. طيب انا اصبر اصبر. انت الوقت انت الوقت يا الولد. شو اسم الولد؟ راشد. راشد يا زينك. لا لا اسم الولد ايش؟ راشد. راشد راشد. اسمع مو محسوب المساحة ترى، الا اذا انت اللي اكلتها فعادي تحسب لان ببطنك وانت موجود على الشاشة. ها من اللي اكلها؟ يعني انت اكلتها خلاص. يعني راشد ليت قال مخلص من كثر التمسيح، لكن ماكولة مشكلة يا اخي. هي مساحة صنعت ليش يا حبيبي يا راشد؟ يعطيكم العافية. عضة حد حنا. يلا ماكولة. انا ما ادري بيحسبونها بعد. ايه تحسب لان هو الولد صادق اول شيء قال ماكولة، وهي موجودة داخل حتى وين اكلها كلها يبقى شوية جوا. شوف لو هو غيره لو غيره اللي اكلها ما تحسب. ها بس اذا هو اكلها لانه هو على الشاشه فهي موجوده تعتبر في بطن. اعتبر انه هو اكلها خلاص. او واحد او اسمع او واحد من العائله والعائله موجوده. ما في اللي في الشاشه عندنا قدامنا. انت تحديات كذا. بس الماوس انا يعني بس اقول لكم يعني. بدينا في الشغل المحاباه يا اسامه. طيب سؤال حابي معايا. سؤال انا رياض عبد الوهاب لو الحين طلب مني طلبت مني اطلب مني طلب اطلب مني طلب قل لي قهوه.
ها قهوة طيب. قهوة مكياتو من جافا تايم يا رب ترى هذا حد اجيبها هذا التلميح الثاني يا رب يفهمون لا صدق ورا ايش تبغى الطلب طلب قهوه مكياتو من جافا تايم طيب اعطيك اياها اصبر الحين ها شوي بس اقول لك شيء يعني بطلعها من جوجل توريني اياها اي لا هذا ماوس ما في الا ماوس يقول لك جوته ماوس مو جوته ماوس ايوه فيها الماوس ايش تبغى مكياتو قهوه مكياتو ايوه من جافا تايم طيب يا رب يفهمون يا رب خلاص جات شفت كيف يا رب يعني كذا الحين تمشي يلا كذا تمشي بقول لك اياها في الجوال صوره بقول لك انا لا. جوتها قهوه طبعا انا ابغى منك حاجه واحده غير عادي قول ابغى طلب اطلب منك طلب اطلب طلب اسمع ابغى سهم في وقف شو اسمه سدنة القران الله تابع جمعية تحفيظ القران الكريم بالمدينه المنوره طيب 5 ريال بس كم 5 ريال 10 ريال اي حاجه اقول لك حاجه في عندهم فكره جميله جدا ايش هي طبعا هذا حديث النبي عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله من بينهم رجلان تحابا في الله ركز معايا اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه بين يديك الان فرصه تجمع لك 3 من 7 كيف ثلاثه من 7 نعم ألفية الخير هذه مبادره اطلقتها جمعيه تحفيظ القران الكريم بالمدينه المنوره تبع طبعا دعم لوقف سدنة القران تستهدف 1000 جروب واتساب حلو 1000 جروب واتساب عندك اصحاب خيان تحبهم في الله الجروب كله تحب 2 في الله تحب 3 في الله تحبهم كلهم في الله الامر لك عايد ايش يسوي معهم من خلال اجتماعهم طبعا في دعم الخير والمشاركه ب 500 ريال تخيل تقول لهم يا جماعه ترى في كذا 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 ايش رايكم جروبنا ده نشارك 500 ريال وهذه الان شوف ألفية الخير اللي هي على الشاشه في وقت سدنة القران لمسانده معلم في تحفيظ طلاب حلقته لكتاب الله الفرصه عظيمه جدا والربح كبير كثير طبعا لا تضيع هذه الفرصه الضخمه لكن كن اليوم ممن انتهز هذه الفرصه وفاز بالاجر العظيم يا رياض لاجل يا ذلك يا رياض انا في جروب عندي من جروباتي حقول يا جماعه نبغى نجتمع نبغى نساهم في هذه الألفية ترى 500 ريال وأنا مني مثلاً 10 ولا 20 ولا 100 ولا 50 لأنه فعلاً أنا لاحظت كثير من الجروبات الآن في الأشياء أشياء الخير والأشياء الرسمية دائماً المساهمة هذه سهلة جداً حتى في العائلة ترى عائلة جروب عائلة فيه تقريباً ما شاء الله أخوانك وأخواتك واوا والعوائل الكبيرة ما شاء الله كلهم موظفين 500 دي ولا شيء ترى صحيح يقفلونه بسرعة والآن ما شاء الله مع الخدمات والإجراءات الإلكترونية واحد يطقها مباشر ويحولها كلها خيارات تجي وفي سؤال احيانا يقول الجمعيه طب انا بحول بس ما بحول الرياض انا حول الجمعيه مباشره حول الجمعيه مباشره يا سلام خبرهم ترى احنا حولنا انا حولت 100 ورياض حول 50 وحول 500 تبغى تاخذون يلا حول الجمعيه 500 ريال ترى تقبل الجمعيه حتى ريال واحد ترسله مباشر وقف تحفيظ القران الكريم بمدينه منوره الوقف في اظن عندهم شيء ثاني غير الوقف تختار الوقف تساهم هذا مساهمة للوقف باي ريال وبنشوف الان وين وصل الوقف ما شاء الله تبارك الله من ناحيه التدفقات الماليه اللي توصلها أيوه. من البرامج الموجوده عبر شبكه قنوات المجد وايضا عبر المناطق زي ما قالوا الاعلانات الاخرى الموجوده في شو اسمه جمعيه تحفيظ القران من مدينة منوره وقف سدنة القران الكريم نشوف الوقف يا سلام. وين وصل وتدفق المالي خلينا نشوف في هذا الفاصل الان امامنا اللي بيظهر على الشاشه الان طلعوا لنا اتوقع انه اتوقع إياه. تجاوز كم بالمئه طيب يلا نروح نشوفه ثم نرجع لكم يلا معكم على احلى السوالف والسهر نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر وياكم معكم على احلى السوالف والسهر نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر اهلا وسهلا يا مرحبا حيا الله الساده المشاهدين بعد هذا طبعا المقطع اللي شفناه عن هذا الوقف شارك بما تستطيع وتقدر تشارك دائما اقولها وفي كل مكان في اي اجر تستطيع ان تشارك بالاف وملايين الريالات دون أن تدفع ريال واحد فقط بالنشر فالدال على الخير كفاعله شكرا لأبو عوف وشكرا لأبو راشد اللي تحدوا معنا التحدي الأول العائلتين العائلة اللي كانت مع رياض والعائلة اللي كانت معي والآن حنروح للتحدي الثاني للعائلتين الجديدة نعم حتكون معاني معانا وثلاث تحديات أسئلة سريعة
ونلعب سوا، نلعب سوا، والطلبات، الطلبات. العالم اللي في الوسم ودري والاب نبغى معاكم، مش المشكله خل، والبقيه يشاركون برضو من خلف الكاميرا عادي. ابشرك يلا ها، عاد اليكم من جديد. ايوه من هو؟ عائلة الصادق. هلا. عاد من جديد عائلة الصادق، السلام عليكم. السلام. يا هلا والله فيكم، يا هلا نورتوا والله. الله يحييك. عائلة الصادق كلمونا من وين؟ من المدينة المنورة. من المدينة المنورة. البيت صدى، انتوا في المنور ولا في فين انتوا، ولا في المطبخ ولا وين؟ لا الصورة صغيرة يا حبيبي انت، الله يسعدك. اعطونا الاسماء اللي عندك العائلة، اعطينا اسماء العائلة الموجودين الشباب. موجودين احمد صادق علي. يا حلوكم. ايوه. وعلي صادق علي ومحمد صادق علي. وينهم وينهم ورونا اياهم، كلكم طواقي مطقمين ما عرفناكم. هذا مين؟ هذا احمد. ونعم ونعم. هذا محمد وهذا علي. يا سلام يا سلام. نعم الله يحفظك. والله على الطقم هذا اني بنفوز. والله مره. العائله اللي معايا منهم، حياك الله يا شيخ. العائله اللي معايا الان، العائله اللي معايا العائله الثانيه. صادق علي. ايوه خلاص ممتاز. الان عائله عبد الوهاب. ابو يلا. سلمان كيف حالك ابو سلمان؟ يا مرحبا يا مرحبا ابو سلمان. والابن شو سلمان؟ حياك الله استاذ رياض. الابن سلمان. حياك حياك الله عبد الوهاب. يا مرحبا حياك الله. نعم سلمان. سلمان ونعم. من وين تكلمونا يا ابو سلمان؟ نعم ابو سلمان. من وين تكلمونا؟ الله يحييك والله. تحديد الله مع الشبكه راحت. يبدو ان البرج اللي عندكم ما يلقط زين. الله يستر. ابو سلمان تكفى والله، الصوره ثابته. ها ابو سلمان تحديدا من وين؟ مدينه بحره، محافظه بحره. الله ما شاء الله. ونعم 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 والله يا مرحب. بحره بين مكه وجده صح ولا لا؟ حي حي اهلا وسهلا يا يلا. مرحبا. نعم نعم. يلا يلا نرجع لعائلة الصادق، نبدا معاهم عائلة الصادق. والله شوف والله شوف انا بصراحه لا اطقم معهم. خلينا طقم، خلينا طقم كلنا زي بعض. يلا واحد من المشاهدين بالله يصور لنا رياض وفريقه ويحطهم في الوسم يا شباب. ما عليك ما عليك، فايزين ان شاء الله باذن الله. يلا يا ابو يا ابو الصادق يلا بسم الله. اول تحدي، التحدي الاسئله السريعه. يلا بسم الله ودونا يوم. شوف ايش رايك بالفريق. يلا اي على طول على طول، عشان الوقت. يلا يا طلعونا الشاشه. يلا يلا عائلة الصادق اسئله سريعه. ها وين راحوا؟ ما شلت الشماغ يعني، رحت ليه يعني؟ ايوه اعطوني اياهم على طول بدون استنقات على طول. يلا جاوبوا اجابات سريعه على الصادق. اوكي يلا. الو وين راحوا؟ شباب وين؟ بسم الله يا هو وين؟ انا معاكم يا شباب. تبديل تبديل تبديل، غير ملابس شكلنا. ما نبي اشمغه يا شيخ. تعال تعال تكفون خلوكم، تعالوا رجعوهم رجعوهم، بطاقيه كويسين يا شباب. خلوا لقطه شو عنهم، خلوهم والله شو لقطه. لا هم جابوا شكله عائله ثانيه بالغلط. ما ادري والله. شوف شوف المهم هم راحوا اختفوا فين يا شباب؟ يقولون الا هم. بالله حط لقطه عليهم شباب. يا جماعه الخير بلبس شماغي اجل، اذا ما رجعوا بلبس شماغي خلاص. لا لا خلي 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 بالله. خلاص انا بصراحه يلا خلي. وينهم وينهم؟ خلاص انا بصراحه. اوه لا لا والله انا هلا هلا. وينكم يا اخي؟ وين رحتوا وين رحتوا؟ حاسب تلبسون تلبسون شماغ. طيب يلا يلا نبدا، خلوكم زي ما انتم. ايوه يلا. السؤال يقول أيوة. اي الشعوب الاكثر تناولا للارز؟ الهند. الهند الهند. طيب قماش ابيض خفيف تلف به الجروح، ايش يسمونه؟ شاش. ياس. شاش. تسمى المدن الواقعة على الشريط الساحلي، ايش يسمونها؟ المدن الساحلية. يا سلام. وقف النزاع بين الطرفين لفترة محدودة يسمونها ايش؟ عندنا مسلسل الان. بحرف الهاء. بحرف الهاء. عيد السؤال. ايش السؤال؟ وقف النزاع بين الطرفين لفترة محدودة، ايش يسمونها؟ مسلسل عندنا موجود الان بحرف الهاء. طيب ايوه ايوه قولها قولها. هدى هدى. ايوه خلاص. من اشهر مكونات من اشهر مكونات المعمول. خزانات منزلية تستخدم لحفظ خزانات منزلية تستخدم لحفظ الملابس، وش يسمونها؟ دواليب. خدمة الدفع الالكترونية عن طريق الهاتف المحمول، ايش يسمونه؟
بالانجليزي. انتهى الوقت. الو انتهى الوقت. لا لا شكرا. سمى بالبيك قصدك ولا ايش؟ ايوه. يا سلام شكرا والله لفريق كفو كفو ما شاء الله عليكم الصادق والله. والكابتن حقهم اللي مطقم معهم. خليك أيوة أنا خليك مطقم لين انت التنافس مع خلاص ما في خلاص. اللي بعد اللي طيب لابسين بدله ايش نسوي؟ تروح تغير. ما في مشكله اصلا. طيب الان عاده ابو سلمان. وانا ابو سلمان وين يا شباب؟ عطونا عبد الوهاب. هلا ومرحبا. هلا عبد الوهاب. تكفى بالله الاسئله ضروري هذه لان هي اللي حتفوزكم باذن الله يعني تفرق مع ال ولا ها؟ ولا يهمك. عائله عبد الوهاب طبعا سرعه بديهه ابو سلمان وسلمان وحتى العائله الكريمه خلف الكاميرا خلهم يساعدونكم حتى لو يطلعوا ترى لا فريقك لابس سماغ. واحد لابس سماغ واحد مو لابس. سلمان مو لابس يا اخي سلمان مو لابس الله يرضى عليك. طيب السؤال الاول يقول يلا سائل يستخرج من التمر يشبه العسل. دبس التمر. يسمى الصحفي الموجود يسمى الصحفي الموجود في ميدان الحدث. مراسل. يسمى الجزء الواحد من عشرة أجزاء. الجزء الواحد من عشرة أجزاء. الجزء الواحد من عشرة أجزاء. أيوة من عشرة أجزاء. جزء من الثانية. ها بعرف العين من عشرة أجزاء. عشر. عشر. يستخرج الجريد من إيش؟ الجريد. أيوة من العسف النخل. من النخل. تصنع الشوكولاتة من ثمار إيش؟ شوكولاتة الكاكاو. الكاكاو ما يوضع على ظهر الحصان لتثبيت الفارس هو إيش؟ السرج. السرج. السرج في أي جهة من مدينة الرياض يوجد حي العقيق؟ شمال. أيوة قالت أول وحدة. أول وحدة قالت أول وحدة. شمال. 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 ما هي جنسية شركة نوكيا للاتصالات وتقنية المعلومات؟ وشو بقول طلع إثبات. أيوة من أي دولة هي؟ نوكيا. اي نوكيا كان يقول والله هذا الجهاز صيني ولا هندي. يلا ها صيني ياباني ولا هندي. لا لا مو هندي. هندي صيني وفي واحد انتهى الوقت انتهى الوقت. انت ياباني. فنلندي. فنلنديه. الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه. خلاص سجلنا الاجابات مره ما في لا تحاولون باذن الله. والله ان شاء الله باذن الله. وش هو والاسئله والله نجاوب عليها كم لحظه لحظه. 1 2 3 4 5 6 7 سبعة والله. لا تحسب لا سبعة. تحسب خل الحكام يشوفون بس فكرة. وين عائلة الصادق؟ عطوني اياهم. وين مرزامك؟ ما عندك مرزام؟ هو يجي اذا لبسته. ها والله جد ما في مرزام عنده. كذا هو كذا طريقته اذا لبسته انا يجي. يلا نلعب سوا الان مع الصادق. عائلة الصادق الان فقرة او التحدي الثاني اللي هو تحدي نلعب سوا. يلا مع عائلتي ولا مع عائلتك؟ الصادق احنا قبلكم. يلا اوكي انا مسكب زي العائلة الان. يلا نفس ابو سلمان ترى فجاه يروحون. يا جماعه مو وقت عشاء يا الصادق اصبروا. يلا حال الصادق تعشيتوا؟ بالعافيه والله بالعافيه. الله يعطيك حبيبي. ما عزمتوني طيب وش مره ثانيه ان شاء الله. مره ثانيه ما في مشكله. يلا نقول وقف وقف. يا سلام. محافظات المملكه العربيه السعوديه. يا سلام. محافظات يعني هي مو مناطق. هي كم محافظة؟ 13. احنا عندنا 13 منطقة إدارية. الدمام الرياض. لا محافظات اي دمام. المحافظات غير المدن. غير المدن. طيب لا ما بنقول لا محافظة الشرقية زي جدة. ولا زي جدة. محافظة جدة اي بس محافظة جدة اي اقول لك زي كذا يعني بس كذا بيضيعون الان. لا اجل ركز يا اسامة. المدينة محدودة. غير والمحافظة غير. لا لا اللي يعني في انتوا فهمتوا الفكره في فرق بين مدينه. طيب خليها مدن يا اخي والله تصعبونا. خلوها مدن خلاص. مدن المملكه والله. هذه محافظه هذه ما هي محافظه هذه لا والله اداريه هذه والله فرعيه. لا خلوها مدن. خلوها مدن ما عندي مشكله. مدن مدن انا اقدر اقول لك مدن بس خلاص. لا اختار جزء من المدن يعني ما تقول مدن من الرياض لين فوق تطالع شمال ولا من الرياض انت طالع. انت وين تبغى بس قل لي اي مدن ابغى. يلا انت تبغون المدن الجنوبيه تحت ولا تبغون المدن الشماليه عشان لا والله صعبت يا عمي. خلاص تم. يلا تم يا الصادق. ايوه يلا جاهزين. مدن المملكه. مدن المملكه بس ما نكرر. لا ايش اسمه الجده الدمام الرياض. لا واحده. هد 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 وقفوا وقفوا. وين رحتوا اصبروا. مدينة انا اقول مدينة وانت تقولون مدينة كذا بس ما نكرر بس ما نكرر. يلا نبدا. ابدا الوقت يا شباب. يلا يلا الرياض. جدة. حلو. الدمام. الهفوف. المدينة المنورة. حلو. المدينة المنورة. الخرج. مكة المكرمة. مكة المكرمة. ابها. الدمام. قالوها الدمام. جازان. الدمام قالوها. لا هم عددهم أربعة فكل واحد الدمام يقول الدمام. قالوها. لا يا تبوك. اي
الله يرحم ابوك اسامة. يا سلام. طيب نكمل الحين يلا عسير. الطائر. يا سلام. وادي الدواسر. ها رحنا مدن ينبع. يا سلام عليكم. الافلاج. الخرج. الخرج قالوها. ثاني واحدة ثاني واحدة قالوها. الشين الاولى يا الصادق. حبيبي يا الصادق. يا الصادق كررنا. يا الصادق كررنا. طيب يلا عوافي عوافي ما في مشكلة ما في مشكلة ان شاء الله نفوز ان شاء الله نفوز. عطوني يلا. عطوني ابو سلمان. ابو سلمان يلا عوافي. يا مرحبا ابو سلمان حبيبي. ابو سلمان حييك والله. الله يحفظك يا حبيبي. يلا الان مباشره الفوز لنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله طبعا اهل بحره ترى بيننا وبينهم ود واصدقاء واصحاب هناك عندكم فانت من وانت من ضمنهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الله يحييك. الله يسعد. يلا التحدي الثاني الان عارف الفكره. طلعوا لنا شباب الخيارات. ايوه قول وقف يا ابو سلمان. طيب يلا ها وقف وقف وقفوا يا شباب. ها وقف يا تواصل اجتماعي. يلا والله صعبة ذي يا أخي. لا بعطيك مو محافظات التواصل كل مدن قصدي كل التواصل. طيب كل أبو سلمان تبغان نأخذها ولا نغيرها؟ يعني عندك الأولاد ما شاء الله سهلة سهلة غير. ها سهلة تواصل كلها تويتر انستغرام ودريش كل في تليجرام وفي لا كلها خمسة هي من ستة. والله ترى شباب جد والله تواصل اجتماعي. لا لا غير عبد الوهاب. ها يقول الشباب ناظر الصورة بس في مليانة. يلا 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 عطوني يلا يلا علشانكم. يلا يلا غيروا غيروا يا شباب. يلا ابو سلمان اختار غيره. تتحرك احنا غيرنا انتم غيرتوا. يلا 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 ها ها ابو سلمان وقف وقف. يلا معالم. معالم ايش؟ عالميه ولا عالميه سياحيه اي مكان حبيبي. نبدا ابدا ابو سلمان. انا بستقعد هالمره بشوف. يلا الاهرامات. برج ايفل. شو اسمه العلا اللي هي في العلا شو اسمها ذي؟ شو اسمها ذي؟ وش هي؟ اللي في العلا نسيت اسمها. مدائن صالح. ايوه. العلا. انا قلتها برج المملكة. برج ممتاز. برج المملكة. حلو. برج خليفة. مشينا. نافورة جدة. ممتاز. برج العرب. ايه معلم. كان في جوال. مملكة سبع. يا سلام. ايش كمان اجيبه؟ جبل احد. غار ثور. غار حراء. معالم معالم تاريخية. ها يلا ها قول. حلو ممتاز. طيب اي حد من الحج جبنا نشم الحج. نهر النيل. ممتاز يا سلام. ها شو اسمه بيزا. برج بيزا المائل. لا تكررت هذه. ما قالوا ما قالوا قالوا شو اسمه ده برج ايفل. ايوه. سور الصين العظيم. برج خليفه. برج خليفه قيلت. شهر رمسة عاد. شهر رمسة. شهر رمسة. يلا يلا ما قيلت انا الا قالوا. انا قلت انا قلت ايوه قالوا برج خليفه. سمعته بطاقيتي هذه. طب الحمد لله بس جبنا كثير الحمد لله. والله برافو عليك ابو سلمان جبنا كثير. جبنا كثير. انا عندي مايونيز كاتشب كثير. طيب نروح فاصل. روح فاصل روح فاصل روح بسرعه. اطلع فاصل فاصل بتفاهم معاه. جيب جماغي. جيب جماغي. استمع معكم على احلى السوالف والسهر. نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر. نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر. نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر. يا هلا وسهلا فيكم. عدنا إليكم مجددا مع التحديات والعوائل اللي معانا الآن. كم عائلة أخذناها إلى الآن يا أخوي عبد الوهاب؟ أربع. أربعة. والعائلتين هذه برضو أبو سلمان وعائلة الصادق باقي تحدي كمان. يا سلام. بس في شيء مهم جدا لازم يعني نوضح للجمهور فيه. مرة موضوع مهم. الاتصال. يا سلام. والتداخل في البرنامج. يعني حنا الشباب ما قصروا. اللي يرسل في الرابط أو تواصل معهم يتواصلون معه ويسوون تيست قبل الهواء. أتوقع بنصف ساعة أو حول ساعة يمكن يسوون تجربة معه على الهواء. فالإشكال إما يكون من جانب المتصل من ناحية الإرسال بعده عن الانترنت او ضعفه. فهذا هذه الاشكالات موجوده بشكل أيوه. هو غالبا ترى حتى القنوات انا نبغى نوضح التوضيح مهم جدا حتى يعني بعضنا يعني يعتبر هذا شيء تقني في شبكه المجد مثلا. لا والله الحمد لله يا رب لك الحمد. كل اللي قاعد يصير هذا اصلا في كل القنوات العالميه ترى هذا الان الاعلام الجديد الان. نعم. المراسلين في كل مكان وكذا وكذا اذا سقط اتصال معين ترى مو من نفس القناه.
غالبا يكون طرفين دائما اذا في خطا معين اما من نفس الشخص تقنيا اجهزته ما هي اوكي صحيح. أو سماعته انترنت. جهازه جواله هذا كل العوائل اللي تشارك معانا او مو من الشخص نفسه يكون من الاتصال يعني عنده النت ضعيف لكن احنا عندنا امورنا كلها طيبه وحتى كمان برضو نسوي تيست مره مرتين احيانا الشخص يسوي تجربه معانا يكون ما عنده ضغط اتصال ما عنده ضغط على الشبكه فلما يجي وقت الحلقه يصير عنده ضغط في الشبكه فيضرب معانا الاتصال يعني اكثر مره لانه حتى ممكن يجيك واحد يتابع الان يقول طب ليه ما تمنى تسوي تيست معاه وهو مرتاح مريم على المكيف بارد ومو داري ايش اللي قاعد يصير لا يحب لا اليومين هذا بدون مكيف لا لا والله لا عندكم بس شده والله مكيفات لا لا فاحنا في الرياض يصير التيست ايوه يصير التيست هذا ويصير كل حاجه لكن وقت الاتصال عشان كذا نحاول انه مباشره اما نجامل ونحاول ندخله قدر المستطاع ونساعده باتصال من عندنا وندخله معنا او نقول نعتذر منه وندخل عائله ثانيه يا سلام وهدف اعذرونا هذا توضيح مهم جدا للكل يا سلام يا سلام أيوة. طيب نلعب معانا يعني في الوقت الباقي يعني بقينا يمكن عائلتين نختم معاهم ان شاء الله حلقتنا اليوم و بس قبل ما نروح للعوائل الباقيه ما اتوقع انه ندخل مع عائله باقيه لانه الوقت ضاق جدا صح. وباقي معانا تحدي واحد اللي هو الطلبات ممتاز الطلبات باقي ندخل على طول طلبات ولا بس اشكر الناس اللي في الوسم يعطيهم العافيه والله ايش رايكم ندخل على طول ادخل معك المفتاح ادخل الطلبات تفضل يلا لا خلاص ادخل الطلبات ادخل عشان انا اضبط لفريقي ترى انا البس الشماغ ما يلا كمل الامر لكم كمل شفتوا اللي قاعد يصير الان يلا عبد الوهاب يلا الان مع ابو سلمان اعطوني ابو سلمان يلا الطلبات عندي وعندي ابو سلمان عائله ابو سلمان وان شاء الله واحده من العوائل يا ابو سلمان يا الثاني اللي قبل ابو راشد يفوز ب 500 ريال بعلاقه اليوم مو قصده شيء يا عائله الصادق يا ابو عوف بس يعني انا متمسك يعني انه ابغى افوز اليوم ابو سلمان مرحبا يا رب ال 500 تروح لواحد من العوائل اللي معي يقول يا رب باذن الله تعالى الحين ابو شو اسمه الصادق وابو عوف يقولون ليش تدعي كذا يا عبد الوهاب لكن هم قاعدين يدعون هم لكن هي تنافس بيننا وبينهم صح كذا الصادق في المدينه ووجه للقبله ابو سلمان بحره ومكه قريب الساعه يشوفونها لا طيب خلاص وصلنا يلا يلا ابو سلمان الان طلب الان طلبات انت والعائله انت والولد سلمان بالله سلمان كيف حالك تمام الحمد لله سلمان بالله ابغاك سريع جدا جدا حتى اللي خلف الكاميرا امك خواتك خلوا يتحركون قول لهم بسرعه الرياضه وحركه بركه خلاص ابو سلمان رجع شوي ظهرك كذا عشان نشوفك بس ريح ايوه يا سلام يلا بسم الله نبدا اول حاجه ملح وزيت شيئين تطبخ انت ملح وزيت من المطبخ ايوه بسرعه 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 يا سلام يا سلام يا سلام حلو 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 لا جايبين كل شيء يا سلام سكر وثوب سكر وثوب ابو سلمان يكفي هو السكر ولابس ثوب يا حلو ابو سلمان الله يحييكم سكر وثوب ها حلو برافو سجاده ولعبه ممتاز سجاده ولعبه طفل اصبر انت قلت ثوب ولا ثوم ثوب هم جابوا ثوم ايوه وثوم انا غيره ثوم عشان يلا مشي ثوم عشان لان ثوب وسكر ما جات ما دخلت المزاج اصلا سجاده والله مكتوب ثوب ترى هم يسمعون اي شيء يقولوا يجيبونه ترى سجادة ولعبة أطفال بسرعة بسرعة هذه السجادة هذا اللي يا سلام برافو السجادة وين؟ حلو برافو هذه السجادة موية وشهادة موية وشهادة يعني كيف؟ موية وشهادة تقدير شهادة ثانوية متوسطة جامعة أي شهادة أبشر الله تسلم تبشر بالجنة ها حلوين أربعة ثلاثة اللي بعد واحد ستوب وقف ما جات حلو جات الموية الشهادة جات شوفها جات لا لا هذه شهادة جات حرام بس الرجال يعني جات متأخرة الشهادة أنا شفنا تعسر يا رياض جايب الشهادة هذه الشهادة لا متأخرة يا أبو سلمان ما هي متأخرة هذه شهادة إيش عشان بس نعرف لأنها تفرق تفرق يلا من الجمعية الخيرية ذي تحفيظ القرآن الكريم نعم خلاص تحسب يلا طيب يلا نمشيها يلا يعطيك العافية يا أبو سلمان طيب عائلتي السلام عليكم الصادق هلا بالفريق اللي بيفوز إن شاء الله بإذن الله عائلة الصادق تكفون الطلبات إذا قلناها أبغى أشوف لا خلاص جاني يعني طواقي الحالة بدون بشر كيف جيبوا لنا الأغراض بسرعة يعني متأثر أفلام كرتون اي والله بسرعة يعني بس لا يعني ابقى بس انت معايا اقل شيء يعني يلا طيب يلا اول شيء والله انتم كاتبين متعنين شكلهم كاتبين غترة وخاتم يلا ارسلهم كالطيور يأتون بكل ناحية يلا بسم الله يلا يا شباب عددكم أربعة
حلو. يا سلام يا سلام، محفظة وحليب، محفظة وحليب. وش ذا؟ حليب وإيش؟ ومحفظة، محفظة. أي أي محفظة؟ بسرعة 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 بسرعة. يلا يا حلو. حليب طويل الأجل. لا لا أيوة خلاص حلو. زبادي وجزر، زبادي وجزر. يلا تكفى. يحييكم يا حليب. الله يحفظهم الله يحفظهم ما شاء الله. حلو. يلا 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 لم يبقى شيئا. يلا يا هو انا ايش كذا عشان بس حلو. يلا كوب ورق، كوب ورق. حلو ممتاز. كوب ورق، كوب ورق، كوب ورق. لا لا كوب 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 ورق ورقه 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 وكوب يعني ورقه وكوب. بسرعه يلا خمسه. يلا 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 يا يلا بسرعه بسرعه. انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى انتهى الوقت خلاص. صح صح. لا جاب لا كوب ورقة. لا معلش لا ايش في ايش حسب حسب الورقة ايش من ايش مكتوب فيها؟ الورقة فاضية ما مكتوب شيء. مو فاضية؟ ايه؟ لا لا ما دام فاضية يعني خلاص تحسب. ما دام فاضية لا لا دام فاضية ما دام شغالة نظف البيت. اعرف اعرفك ادارسك في راسي انا اسوي منهج عشانك. ما في طيب تحسب 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 ايش اللي تحسب؟ تحسب الورقة، الورق متأخر أصلا. لا الكوب معاها جاي. الكوب جاء بدري بس الورق تأخر وكانت دقيقة مدري كم. يا جماعة صدقني والله اسأل الصادق. بس اللي أمرين والله احسبها. أول حاجة لك حسبت الشهادة حقتي عشان أنا متأخر القرآن. الشيء الثاني برضه لأنه ما شاء الله حماس الأبطال. والله ما شاء الله. والله ممتعين ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. بس جمهور خلينا نشكرهم طيب. قبل ما يروحون خلينا نقول لهم شكرا من الأعماق والله عائلة الصادق على التفاعل الجميل. أيوه. وال يعني قرب. وشكرا قرب وشكرا لابو سلمان صراحه من بحر يعطيك العافيه ما قصرت. شكرا كذلك للعائله اللي كانت معي اللي قبل ابو راشد يعطيك العافيه ما قصرت. شكرا ابو عوف، شكرا عائله الصادق، شكرا للعائلتين اللي كانوا ينتظرونا صراحه المفروض يدخلوا معانا لكن عائله السواط والهزاني من كمان والموسى والموسى الموسى والهزاني والسواط يعطيكم العافية ونشكر لكم حرصكم وإحنا حريصين والله في كل حلقة من الحلقات برنامج وياكم أقدر يعني أقول كذا مرة نبغى 8 عوائل أقل شيء فنعتذر. الحلقات الماضية كانت كلها 6 6 6 عوائل في قبلها كنا 4 اليوم ضاق الوقت وأخذنا 4 لكن إن شاء الله بإذن الله المرات القادمة بإذن الله 6 وفوق 6 و8 عوائل بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. ونشكر كل يعني اللي شاركوا معنا واللي بيشاركون إن شاء الله في الحلقات القادمة. بنشوف الآن النتيجة. أيوة. وبدون دون محابة مو محابة ما في دون محابة ما في إن شاء الله واضحة ترى واضحة. هي. كوب ورق عطم. ورق وكوب جابوها كل شيء بإذن الله بإذن الله. يا سلام هذا الكلام. أنا اليوم سعيد جدا ومبسوط جدا باللي قاعد يصير من أداء واحتراف حتى والله العظيم. شوف 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 يعني شوف التعب اليوم في المسابقات والأشياء دي هذه محاباة والله. شكرا شكرا هذه محاباة. كيف أسامة كل حلقة بالله ضبطني وأشكر صراحة شكر خاص شكر خاص والله العظيم لمدير البرنامج يا أخي تخيل تواضعه. الكوب الثاني مين جابه لي؟ مين جابه؟ يعني تخيل أخذ كده من قال لا أنا بنفسي جزاه الله خير شريف والله. أي واضح شريف محبات. الحلو حبيبي شريف الحلو المحاب... يعني أنا يعجز اللسان عن شكرك. الجمهور شايفين قدامكم المحاباة واضحة جابوا له ميكاتو أنا مشروبي واحد من يوم ما بدينا الى الان والله بدايه الحلقه نهايه الحلقه مشروب واحد يا سلام. وهو جايبين له ميكاتو وفوزوه 150 خلاص خلاص لا واضح. لا بس لا والله يعني عائله صادق ايش ذنبهم اللي راحوا كلهم كلمه حق والله والله كلمه حق لفريق البرنامج. طبعا كل برامجنا احنا نقول كذا الكلام هذا لكن فعلا هذا البرنامج لانه يعتمد كثير على موضوع اتصالات والانترنت و و و هذه الامور هذه ومزعجه غالبا يعني دائما نتفق مع عائله يغيرون مكانهم مثلا او يصير مشكله بالاتصال. لكن اشكر صراحه شريف بتنسيقه مع العوائل اسامه القاضي في اعداده للفقرات كلها للبرنامج مثل برنامج. شكرا لكريم كيمو والله في اخراج الحلقه. شكرا للشباب اللي قاعدين يضبطون معانا موضوع الويندوهات والشيء هذه يعني البرنامج ترى تشوفون ساعه ونص يا جماعه لكن ساعه ونص ترى فيها شغل قوي خلفي. شكرا للاستاذ نبيل ما قصر يعطيك العافيه كل الطاقم مصورين 3 5 وهكذا فصراحه ما قصرت يعطيكم العافيه وشكرا لكم. احنا يعني اقل جهد المشاهدين مستغربين صح مستغربين مشاهدين قاعد يشكر يشكر واضح انه اول مره يفوز لا يعني عشانك فزت اليوم شكرا للجميع شكرا لمن كتب لا لا باقي واحد ما شكرتك من هو بعد هيدروس حبيبي الله بعد هو اللي حط النتيجه شكله حبيبي الله جميل الوضع الوضع واضح في انه
الأسبوع القادم أنا نشوف. رياض أنا مبسوط، شكرا جميل، شكرا معتز، شكرا دحمي، خلي شكرا يخسر. اسكروني شكرا. الحلقة القادمة بيخسر بشوفون كيف ينزل. باقي لا 500 ريال تروح لمين؟ ها؟ أبغى أشوف 500 تروح لمين؟ مو الحلقة القادمة. أبو راشد لا أبغى أشوفه اليوم. دائما إحنا نسحب حلقة. شباب ترى أسحب شكري. منو؟ ترى أسحب شكري. شكري. مو شكري. شكري مخاش. أحد أحد ذاك. طيب نختم نختم خلاص. الرجال قاعد يشكر و الحلقه الجايه ولا هذه الحلقه الحلقه القادمه عشان نشوف يعني باقي ناس ما شكرتهم. لا لا والله والله اكتبها بورقه وعطيها عشان اقطعها. اللي في الوسم يعطيكم العافيه. في واحده شغاله تشوفوني انا شفافه. انا يا اخي ايه شفافه يا اخي شفافه. شكرا لك العافيه ما قصرت. معلش هذا اذا فاز عبد الوهاب بيصير كذا. شكرا لكم. نلقاكم الحلقه القادمه الحلقه اللي بنهزم فيها بتشوفون وجه مختلف ثاني. نشوف. لا شكرا لهم يحزنون. انا احب افوز دائما. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. اسمحونا على خير. لو تبعدنا ترانا بالمحبة قريبين. نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر. نجتمع معكم على احلى السوالف والسهر.